اهلا وسهلا فيكم، معاكم الوجيه. اذا ما كنتم مشتركين في القناه يا جماعه تفضلوا اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر التنبيهات عساس توصلكم فيديوهاتي اول باول. عام جديد وسعيد علينا وعليكم، واتمنى انه يكون عام حافل بالانجاز لي ولكم. 2019 كانت سنه مليئه بالافلام القويه والافلام اللي فعلا راح تخلد بالذاكره. شفنا جوبيتشي والباتشينو ودينيرو في فيلم واحد من اخراج الاسطوره مارتن سكورسيزي، وشهدنا نهايه اند جيم او افنجرز، وبرضه شهدنا نهايه السلسله الطويله اللي بدات واحنا اطفال جدا ويمكن لسه ما تخلقنا، توي ستوري اللي انا حاط بوستره هناك، وبرضه شفنا ادم ساندلرز اخيرا في فيلم قوي وقدم لنا اداء فيه جدا جميل وفعلا يورينا امكانيات الممثل ويخلينا نستبعد فكره انه فعلا ممثل كوميدي فقط ما عنده الا الكوميديا والسخريه والاستهزاء. عشر افلام ما راح اقول هي افضل اعمال 2019، ولكن هي ضمن احد افضل اعمال في 2019. انا ما احب كلمة افضل، انا لما احد يسألني ايش افضل فيلم ايش ما اجاوب، انا احب اقول هو من افضل الافلام او هو ضمن احد افضل الافلام وكذا. فالعشر الافلام دي اللي اخترتها لكم اخترتها بناء على اختياري الشخصي، ما حد اقنعني فيها. اما بالنسبة لباقي الافلام اللي غير العشرة هذه في 2019، اكيد بكل تأكيد اذا في فيلم حلو واعجبني وما تكلمت عنه فيها هذا الفيديو راح تجدونه يوما ما في انستغرام او في سناب شات. طيب قبل ما نبدا في الافلام احب اقول لكم ان الفيديو هذا ما راح يحتوي على حرق لاحداث اي فيلم، فلذلك استمتعوا ولا تنسوا تضغطوا لايك وتتاكدوا من انكم مشتركين في القناه يا جماعه، هذه ثاني مره اكد عليكم. طيب الفيلم الاول باراسايت او الطفيلي، وهو فيلم كوري كان تجربة جدا رائعة بالنسبة لي بالرغم من اني ما اتابع افلام كورية كثير، ولكن هذا الفيلم فعلا ترك فيني طابع جدا قوي واثر خلاني افكر فيه فترة طويلة. الفيلم يصور لنا الطبقية، الفقر، كيف النظرة الدونية للاغنياء المتكبرين والمتعجرفين للناس الفقراء المساكين، غير الرسائل الخفية، غير انه ناقش هذه القضية بطابع كوميدي خفيف. والمخرج صرح قال انا كان ودي اسوي الفيلم سوداوي بحت، ولكن حسيت انه بيكون ممل او راح يفقد جزء من حيويته. فعلا كان تجربة جميلة وانصحك اذا انت ما شفته للان لازم تشوفه. الفيلم الثاني وهو فيلم براد بيت ادسترا. يا جماعة الفيلم هذا انا من زمان وانا صغير عندي هوس في الفضاء، عندي هوس اني اتعلم عن الفضاء، لكن عندي خوف من اني اكون موجود في الفضاء. اي نعم كان فيه نوع من الهدوء وما في كلام كثير وصمت في معظم الاحيان، ولكن فعلا الصمت هذا ترى هو اللي بيحصل في الفضاء يا جماعة. غير انه صور لنا العالم وهو جدا متقدم لدرجة انه السفر ما بين الكواكب صار رحلة ممكن تحجزها بالجوال. انا بروح احجز رحلة على القمر الحين، وتروح تاخذ رحلة وتطلع على القمر، اتس اوكي. فبراد بيت انتقل من الارض الى القمر الى المريخ ومن ثم الى زحل بطريقة جدا 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 راح تخليكم تعيشوا تجربة فضائية جدا جميلة، وانا اشوفه من افضل افلام 2019 فعلا. الفيلم الثالث وهو The Irishman. اخ ايش اقول يا مارتن سكورسيزي، ايش سويت فينا في هذا الفيلم؟ الفيلم بدأناه واحنا شباب وانهيناه واحنا خلاص شياب. فعلا كان تجسيدهم للادوار، تجسيدهم لحياة الشخص من يوم هو شاب الين صار شايب، كانت بحد ذاتها تحفة. ومدة الفيلم 3 ساعات ونصف تخليك فعلا تستشعر المدة اللي مروا فيها. اي نعم هي سنين بالنسبة لأبطال الفيلم، ولكن كفيلم 3 ساعات ونصف تجربة جديدة لنا، فيلم جدا طويل، وشفنا فيه حياة العصابات وطريقة تعاملهم مع الأمور، وشفنا كيف تأثير المافيا والعصابات على الأمور السياسية أو على بعض الأمور السياسية والشخصيات السياسية. فعلا كان تجربة جميلة وأنصحك جدا برضو إذا ما شفت هذا الفيلم لازم تشوفه. وغير كذا في ناس قسموه على شكل حلقات، فتقدر تشوفه على شكل 3 حلقات، كل حلقة ساعة وشوية وخلاص. المهم لازم تشوفه، حط عندك في القائمة حتحتاجه. الفيلم الرابع The Lighthouse. الفيلم هذا اللي في البداية شفته كذا قلت يا ليل أنا ناقص نكد، فيلم نكد، فيلم يجيب التعاسة فعلا، ولكن ليش حطيته في قائمة أفضل أفلام 2019؟ لأنه بالفعل قدر يصور لنا العزلة وإيش أثرها على الأشخاص. الفيلم قصته عن شخصين يروحوا يعيشوا في جزيرة نائية ما في عندهم أي موارد كثيرة، ما عندهم أي سبل ترفيه، ما عندهم إلا كوخ صغير ومنارة يقوموا فيها ببعض الأعمال وخلاص. وتخيل انك تجلس في هذه الجزيرة مع شخص مزعج متغطرس شايف نفسه عليك وتبدأ تهلوس،
فعلا صور لنا العزلة بطريقة جدا رائعة، وغير كذا كان في إسقاط لأسطورة إغريقية. إذا ما فهمتم الفيلم أو إذا ما فهمتوا قصة الفيلم هذا راح أتكلم عنها يوم في إنستغرام وأشرح لكم إيش هي الأسطورة الإغريقية الخاصة بهذا الفيلم. وإذا تحب أفلام الغموض أو الأفلام اللي تحس إنك ما تفهمها وقد لا تشعرك بشعور جميل فقط بتشعرك بشعور غريب جدا ومزعج، أشوف هذا الفيلم The Lighthouse. الفيلم رقم 5 وهو Toy Story 4. يا جماعة الفيلم هذا تابعته وأنا في صف سادس ابتدائي، يعني تقريبا قبل 15 سنة، قبل 15 سنة تابعت الجزء الأول منه، والآن وأنا خلاص خط شنبي وقد عمري قربت من 30 سنة شفت آخر جزء منه. فعلا يعني كنا متعلقين جدا بالشخصيات وإحنا أطفال، وكانت تعني لنا أشياء الكثير. فكرة أن نشوف نهاية القصة بالطريقة هذه بالطريقة الجميلة والعاطفية اللي خلتنا فعلا نسترجع ذكريات زمان ونرجع نربطها بأحداث المستقبل كانت حاجة جدا جميلة، وفعلا أشوفه أحد أفضل أعمال 2019 لأسباب شخصية ولأسباب أخرى. الفيلم رقم 6 وهو Knives Out. الفيلم هذا في ناس كثير يعني في ناس قالوا لا والله حلو يستاهل الإزعاج اللي سواه، وفي ناس قال لك فيلم عادي زيه زي غيره. أماني عارف ليش الناس شايفينه ممكن يكون فيلم عادي، لكن للأمانة هو تجربة جدا جميلة في عالم الغموض والجريمة والتحقيق. غير أداء دانيال كريك الرهيب اللي كنت أتمنى كذا هذه الشخصية حق دانيال كريك أشوف لها فيلم كامل خاص لحاله وهو يتكلم ويحقق، فعلا كانت شخصيته جدا جميلة. الكوميديا والدراما والجريمة كانوا مدموجين مع بعض بالطريقة الصحيحة وخرجوا لنا بفيلم جدا ممتع، وأشوفه برضو أحد أفضل أعمال 2019، والأحلى من كذا أنه يصلح للمشاهد العائلية. الفيلم رقم 7 Uncut Gems. شوفوا آدم ساندلر صرح قبل فترة قال الفيلم حقي إذا ما فزت فيه بالأوسكار راح أسوي لكم فيلم سيء، وهو كان تصريح منه ساخر للناس اللي ينتقدوه أنه أفلامه دائما كلها سيئة. أي نعم معظم أعماله تقييمها منخفض، لكن ترى الممثل كممثل هو ناجح وقاعد يطلع ملايين أفلام، يأخذ منها 20 مليون 30 مليون أمور طيبة، لكن كونه ما يعرف يختار الأفلام اللي تقدم دوره الحقيقي هذه مشكلته. لكن في فيلم Uncut Gems هنا قدم لنا الدور اللي فعلا يورينا أنه عنده إمكانيات. أي نعم الدور ما هو بعيد عن شخصيته الحقيقية، عن شخص يهودي عايش في نيويورك حياته جدا فوضوية، حتى بتلاحظوا في تصوير الفيلم كذا التصوير فيه مزعج وفوضوي، وهو حركة برضو ذكية من المخرج على أساس يحسسك بالفوضى والحياة الملخبطة اللي عايش فيها بطل الفيلم. طول الفيلم بتلاحظ نفسك كذا منت مرتاح ومنزعج من طريقة التصوير، وهذه هي الفكرة يعني أنه يوريك شعور الفوضوية اللي يمر فيها آدم ساندلر داخل الفيلم. فعلا أشوفه من أفلام جدا قوية ونهايته غير متوقعة تماما. الفيلم رقم 8 Avengers Endgame. ما أعرف إيش أقول لكم صراحة غير أنه الفيلم ذا فعلا كان من أفضل الأعمال وأكثر الأشياء اللي خلتني أصرخ في السينما. أنا ما أرفع صوتي كثير في السينما صراحة، لما أتفرج فيلم أضحك مع الناس لما يضحكوا، لكن Avengers أنا أخرجت الطفل اللي بداخلي، جلست أصيح ورفعت صوتي كثير، واللي جنبي مسكين صاحبي كنت كل شوية أمسك وكذا وأتحمس وأقعد أقرص في وجهي وأخمش في عيون أزعجته صراحة. لحد يشوف فيلم معايا وأنا قاعد أتحمس مرة، اتركوا بيني وبينكم كرسي. فعلا كانت نهاية جدا رائعة لسلسلة بدأت في 2008، كانت عاطفية جدا، كانت مليئة بالأكشن والمشاهد الحماسية. 2019 أنهت لنا سلسلة جدا رهيبة، ونفتخر فيكم يا مارفل، ونتمنى المرحلة الرابعة تكون جدا قوية بقوة المرحلة الثالثة والثانية والأولى. الفيلم رقم 9 أليتا. بتقولي لي ليش اخترت أليتا يا أخويا؟ في أفلام، في فوردن فراري، في مليان أفلام كثير. أنا عارف والله مليان، بس في أفلام لسه ما شفتها. فوردن فراري للحين ما جاتني فرصة أشوفه للأسف، وأنا متأكد أنه فيلم قوي جدا ويستحق الثناء ويستحق التقييم اللي عليه، لكن للأمانة لسه ما شفته، وبمجرد ما أشوفه راح أتكلم عنه في إنستغرام أو هنا على اليوتيوب. على كل حال فيلم أليتا ليش أعجبني أو ليش صنفته ضمن أحد أفضل أفلام 2019؟ للأمانة أنا أحب الخيال العلمي، ولكن طريقة تصويرهم للمستقبل، كيف ممكن يكون المستقبل وكيف تكون الحياة على الكرة الأرضية بعد ما دمرتها التكنولوجيا المتقدمة وصارت الحياة شبه فوضوية وصارت الآلات والبشر طبيعي يعيشوا مع بعض ويتناغموا من دون أي إشكاليات ومن دون حتى أي نظرات دونية لبعضهم، آلي بشري كلنا واحد. وشخصية أليتا كانت جدا جميلة، وغير أنه نهاية الفيلم كانت مفتوحة لكن توضح لنا أنه فيه جزء قادم، لكن إلى الآن ما صرح أنه فيه جزء قادم، لكن أنا
متأكد إنه في جزء قادم بإذن الله راح يعلن عنه قريب أو يوما ما. الفيلم رقم 10 واللي هو خليته آخر فيلم كذا، ما لها علاقة ترى ترتيب الأفلام، لا 1 2 3 10 كلها عندي بنفس المستوى، يعني كلها من ضمن أفضل أفلام 2019. الفيلم رقم 10 وهو فيلم جوكر، الفيلم اللي خرجت من السينما وأنا جالس أقول يعني الحين هو مسكين يستاهل اللي مر فيه ولا ما يستاهل؟ هل في فعلا شخص يستاهل يمر بالتجربة اللي مر فيها آرثر؟ هل فعلا في مجتمعات جدا قاسية ممكن تخرج بشر بذا الشكل؟ واكين فينيكس غير أداءه الرائع، غير الميثود أكتنج اللي سواه في نفسه ونحف وضعف نفسه، غير طريقة تعلمه للضحكة هذيك واللي هي بالنسبة للجوكر مرض، ما هي مجرد ضحكة سخرية زي الجوكر اللي شفناه في دارك نايت. تسلسل الأحداث كيف بدأ إنسان كان يحاول جاهد إنه يندمج مع المجتمع، كان يحاول جدا إنه يعفو ويغفر لكل غلطة يسويها في المجتمع، ولكن يوم من الأيام انفجر وأخرج الجوكر اللي بداخله وصار اللي صار. للأمانة هو من أفضل أفلام 2019، وأنا ما زلت عند كلمتي يا جماعة واللي هي الفيلم هذا فعلا يستحق الضجة اللي هو عاملها من دون أي إشكاليات تماما. الناس كلها قالت لا الفيلم مسوي ضجة، والله فيلم ممل، والله فيلم أي نعم بتقول عنه ممل، بتقول أنه مسوي ضجة لأنك كنت متوقع أنك تشوف جوكر ظريف وخفيف دم زي هيث ليجر، لكن شفت حاجة مختلفة تماما، فعشان كذا كان عندك صدمة. وغير كذا لما تحاول تقارن شخصية بشخصية ثانية ترى انت تقع في فخ المقارنات اللي هو يفقدك متعة الشيء اللي انت بتشوفه. فبعيد عن المقارنات جوكر دارك نايت ممتاز، وواكين فينيكس كلهم ممتازين، كل واحد قدم دوره بالشكل المطلوب وبناء على القصة اللي تخدم شخصيته. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون خفيف ظريف عليكم، أتمنى لكم مرة ثانية سنة سعيدة ومليئة بالإنجازات والأفلام والمسلسلات الرائعة. كان معكم وجيه، إلى اللقاء.